ويا هلا وغلا من المطبخ مرة ثانية مع وصفة جديدة من وصفاتي مع بهارات أبو صالح. اليوم وصفتنا غير شكل، راح نتبل اللحمة بطريقة جدا لذيذة. تعالوا أنا وياكم نبدأ مع بعض. راح نبدأ بالتتبيلة. عندي هنا ملح وإكليل الجبل، اللي عندها فريش كويس، أنا ما عندي إلا المجفف. راح نضيف له عندي هنا عصير برتقالة، خلوني أثبت هذه هنا ما تشوفونها، استنوا لحظة تثبت هنا زين. وراح أضيف لها عندي هنا بشر البرتقالة نفسها، يعني أخذت عصيرها وقشرها راح أضيفها للخليط حقي. وراح أضيف التتبيلة عندي هنا ملعقتين من دبس التمر، ولا تخافون ما راح تعطي حلاوة زايدة ولا شيء، راح تعطي توازن وطعم جدا لذيذ. ما تشوفونهم الحين بعدين يأكلون اللحم بالعسل. راح أضيف الآن زيت زيتون، وبراحتكم اللي يحب يضيف سمن أو زبدة براحته، أنا راح أضيف زيت زيتون. والإضافة اللذيذة المميزة عندي بهارات أبو صالح. المفروض طبعا أني أضيف هنا كركم، أنا ما راح أضيف كركم لأن تبارك الرحمن شوفوا شلون البهارات تنطق يا بنات، غصب غصب تخليكم تستخدمونها، تذكرنا ببهارات أمهاتنا، ريحتها تجنن. ما راح أضيف غيرها بهارات لأنها تبارك الرحمن وافية وكافية. بكذا تكون تتبيلتي خلصت، نروح للخطوة اللي بعدها. الحين بنسوي شقوق مثل ما انتم شايفين كذا بأجزاء متفرقة من اللحمة. تبي تقولوا لي طبقة الشحم يا منيرة كبيرة؟ لا، بقول لكم هي اللي تبي تحافظ عليها عشان ما تنشف، وهي اللي تبي تعطيها القرمشة. بكمل الشقوق بكل اللحمة وأرجع لكم. الحين عندي التتبيلة خلطتها كلها مع بعض وصارت لي بهالقوام، راح أخذ بيدي وأحاول أني أمسج فيها اللحمة بالكامل وندخلها بالثقوب اللي حنا شققناها. ودي تشمون ريحة التتبيلة يا بنات تجنن. طبعا اللحمة راح تتمسج كلها بالكامل من الجهتين. راح أكمل وأرجع لكم للخطوة اللي بعدها. خلصت من التتبيلة بالكامل، الآن عندي هنا ورق الزبدة راح أحطه وهو اللي بيحافظ على طراوة اللحمة. راح أغلف اللحمة فيه بالشكل، وبعدين طبقة ثانية من البسيط. ونرجع نلفها مرة ثانية بالبسيط. طبعا أكبر صينية اللي هي صينية الفرن عشان أساس إنها تاخذها. أكمل اللف ولو نقص برجع أحط من أول وجديد قصدير مرة ثانية، يعني زي الفراغات هذه لازم ترجع وتتغطى بالقصدير مرة ثانية. وهذه اللحمة وغلفتها من جميع الجهات مثل ما أنتم شايفين بالقصدير، الآن على الفرن. دخلت لحمتي الفرن، تبي تاخذ تقريبا 3 ساعات لأن حجمها كبير، حطيتها على حرارة 250 درجة. مع الحيمتنا راح نضبط كبسة تحبها قلوبكم. حطيت هنا بصل والبهارات العدلة وبستمر بتحريكها لحد ما يتغير اللون. بعد ما تحمر عندي البصل راح أضيف له من البهارات، بتعطيه نكهة جدا جميلة. شوية من البهارات أبو صالح قلت لكم ما تحتاجون غيرها لأنها تبارك الرحمن كل شيء فيها. خلاص بقلب، راح أضيف الملح الآن، وبعدين بعد ما تغلي يغلي الموية راح أضبطها، أرجع أضبطها من أول وجديد. عندك موية لحم مسبق أضيفيها، ما عندك خلاص حطي الموية العادية. عندي هنا الكشنة اللي أنا بحطها على وجه الرز، بصل، مكعبات بصل وشرايح جزر مع شوية زيت وشوية زبدة، حمستها لحد ما تغير لونها وطلعت الريحة. بضيف لها الآن بهارات أبو صالح، مثل ما قلت لكم ما راح أضيف الكركم ولا شيء، البهارات تكفي وتوفي. وراح أضيف شوية زبيب وخلاص، هذه آخر خطوة. ضبطت الملح حق المرقة وببدأ أضيف الآن الرز، طبعا مغسول ومنقوع تقريبا نص ساعة، خليه على نار عالية 10 دقائق وبعدين نار واطية لمدة نص ساعة ونرجع لكم. خلص رزنا وتشارب، بضيف الآن
على الوجه الفلفل الحار، وراح أضيف الزعفران تعطيه نكهة ولون جدا جميل. هذا هو بخاخ الزعفران اللي دائما استخدم، وراح أضيف الكشنة اللي سويت على الوجه، ونفس الشيء برجع أخليه على نار هادية مدة ربع ساعة 20 دقيقة على حسب ما تجهز طبختكم.